السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شارع تحديات استايلات سكن ستيفن من 5 استايلات، فاليوم راح نسوي التحديات ونحصل على جميع الاستايلات كاملة. وطبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك في القناة اتمنى ان يشترك فيها وفعل زر الجرس، وهم شيء لا تنسوا كود رايتوم شوب واي زد واي زد اي تي تحفظوه عندكم في رايتوم شوب او تشتروا فيه الباتل باس. واذا حابين تشتروا الباتل باس صور مقطع فيديو وانت بتشتري الباتل باس او اي شيء بكودي وارسل لي اياه في الانستغرام، بنزل ستوري عندي في الانستا فرابط انستغرامي بالوصف. طيب شباب، بالاول خلينا افهمكم شو الستايلات اللي راح نفتحها وكيف، هل راح تفتح للكل ولا الناس يشترون باتل باس كامل؟ سكن ستيف راح يكون سكن ليفل 1 بالباتل باس، يعني اي واحد شرى الباتل باس عنده سكن ستيف. حلوين، تروح عند إدت ستايل، في عندك 5 ستايلات مقفلة شايفينهم، كل ستايل بيفتح على ليفل معين أو تفتح مهمته على ليفل معين. يعني عندك هذا الستايل اسمه جمب 15، اسم الستايل هيك. طيب كيف تعرف أنت فتح التحديات ولا لا؟ أول إشي بتيجي عند الباتل باس، أنت شو ليفلك؟ مثلا عندك أول مهمة فيهم، هاي المهمة بتفتح على ليفل 14، هاي الحقيبة بتعطيك مهمة، يعني لازم تكون واصل 14 عشان تقدر تفتح تحدي أول ستايل إله لو الستايل الثاني. وعندك كمان حقيبة على ليفل 28 لما تفتحها بيعطيك تحدي للستايل الثاني. والستايل الثالث راح تكون حقيبته هذه هي بليفل 49، يعني التحدي الثالث بفتح لنا الستايل الثالث. والستايل الرابع بليفل 60 بيعطينا المهمة الرابعة، يعني الستايل الرابع. والستايل الخامس والاخير بليفل 76 بيعطينا المهمة الخامسة والستايل الخامس. نفترض انه مو الكل عندهم التحديات هاي، او مو الكل يعني واصل لليفل 60، ممكن في ناس وصلوا لليفل 14، شو سووا؟ بيقدر انه يسوي المهمة الاولى ويحصل على الستايل الاول فقط، بكمل لما يصل لليفل 28 بيقدر يجيب الستايل الثاني وهكذا. بتروح عند نيو كوستس، هاي التحديات عندك هون تحديات عليها شكل نجمة جنب الاكس بي، هذه هي فتحات كلهم عندي. انت لما تصل 14 بيفتح لك واحد منهم، لما تصل لليفلات المقصود اللي وريتكم اياها بالباتل باس بيفتح عندك المهمات. اول مهمه فيهم راح تكون على ليفل 14. طيب اول مهمه فيهم على ليفل 14 تفتح راح تكون تحقق من انحراف تم رصده في البحيره الكسوله، يعني في ليزي ليك، فبنروح على ليزي ليك، هذا مكان هون بالتحديد هذا البيت. اوكي وصلنا البيت الاصفر، في ناس ننزل تحت شباب، في فراشه بتلحق الفراشه. اوكي مكسرها، طبعا هون بيكون في جدار لما تنزل بتكسره. اوكي هو مكسره هذا الورع، بتنزل تيجي هون عند الاولى هاي بتكبس عليها هيك، بعدين الثاني بالترتيب. اوكي او انه انا جبت العيد. اوكي كمل هاي، بعدين كمل بعديها، في واحد لحقني. خلاص والكلاب توقع شوية ترتيب كل واحد شكل، بدي خليهم يضوا كلهم. اوكي ضلك لفلف فيهم حتى يضوا، شفت هيك غلط، بنعيد هاي بعدين هاي، معناته بعدين هاي، اتوقع كل واحد يطلع له ترتيب شكل. هون بدك تضويهم كلهم، بعدين تطلع لك شغلة بالنص. خلصنا، شايفين المهمة فوق، هسه بعطونا الستايل خلص. ولما تخلص جيمك بعطوك الستايل، شايفينه؟ هذا الستايل بيفتح عندك لما تصل ليفل 14 وتخلص مهمته اللي وريتكم اياها. طيب شباب، تحدي الستايل اللي بعده بيفتح عندك على ليفل 28، وراح تكون المهمة تحقق من انحراف تم رصده على جزيرة القرش، يعني منطقة شارك هذه هي. اوكي؟ لازم طلعت فوق انا. اوكي بتهبط فوق عند الصخور. شايف الإضاءة اللي هون عند الصخرة؟ هذه هي بتيجي عندها. شوف الفراشة بتقول لك شو يعني اعمل. اوكي ودتنا على مكان ثاني، تيجي على المكان هذا الثاني، اقعد. ايوه بقول لك اقعد، لازم تعمل يعني كراوتش بالكنترول، بعدين نكمل على الثانية. هون اتوقع بقول لك ارقص اي رقصة. خلصنا، بتروح هون وخلص. شوف المهمة خلصت، هاي الستايل الثاني. ولما تطلع من الجيم بعطوك الستايل الثاني مثل ما تشوفوا قدامكم.
على ليفل 28 بفتح التحدي تاعها. طيب شباب، التحدي الستايل اللي بعده او الستايل الثالث بيفتح على ليفل 49، لما تصل ليفل 49 بيفتح عندك يعني التحدي، تعمل التحدي بيعطوك الستايل. طيب التحدي راح يكون تحقق من انحراف تم رصده بالقرب من زاويه الماكرين. هذا هو المكان شباب، هاي كيتي كورنر هون بالتحديد، تيجي هون عند البوابه. طيب وصلنا احنا المكان عند البوابه اللي هون. في فراشه، هاي الفراشه اوكي نلحقها. يلا وين؟ جوا الباب. طب كيف؟ دقيقة يمكن لازم نفجرها. حلو، بس خلي النار تروح شباب، بلاش ننحرق. تيجي هون بتكبس عليها. خلص المهمة سريعة سريعة هاي. هاي فتحوا لنا الستايل الثالث، وطبعا لما تخلص التحدي بيفتحوا لك الستايل هذا شباب، والتحدي اصلا بيفتح عندك على ليفل 49 لا تنسى. طيب شباب، تحدي الستايل الرابع بيفتح عندك على ليفل 60، لما تصل ليفل 60 بيفتح التحدي، وراح يكون التحدي تحقق من انحراف تم رصده في الحصن المستتر. المستتر ولا المستتر؟ اللي هو هذا الحصن شباب اللي قدامكم. تيجي عند هذا المكان، وين المكان؟ وين الفراشة؟ اتوقع الفراش هون، هذه هي. ايوه ايه هي، وين رايحه؟ بدها تدوخني هالفراش. يلا يلا يا بنت الحلال خلصيني اخيرا. بس خلصنا الستايل الرابع والتحدي الرابع وفتحنا الستايل، شايفينه؟ ولما تخلص جابك بيعطوك الستايل تاع التحدي الرابع اللي بيفتح عندك على ليفل 60. وطبعا شباب، تحدي الستايل الخامس والاخير بيفتح عندك على ليفل 6، وراح يكون تحقق من انحراف تم رصده في الغابات الباكيه، يعني ويبن جود هذا المكان. طبعا هاي الزاويه بالتحديد تعال عليها، شايفينه بالتحديد؟ شايفين هذا المكان شباب مبين؟ تيجي عنده ندور على فراشة. هاي الفراشة، بس داخذ سلاح لان انا بجهة العدو، جهة التيم اللي ضدي انا، فبلحق الفراشة ومعي سلاح عشان ما حد يخرب. يلا سريع 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 سريع. نطلع فوق اتوقع، خلاص نطلع فوق لازم عشان ناخذها. بس هيك خلص خلصنا هيك التحدي الخامس وفتحنا الستايل الخامس والاخير. ولما تخلص جامك بعطوك الستايل الخامس والاخير اللي بيفتح تحدي على ليفل 76. طيب اوريكم كيف باللكر. اي ستيف، هاي كل الشخصيات او الستايلات عفوا فتحناهم. فهيك بكون اعطيتكم شرح كامل لتحديات الستيف او العميل ستيف. طبعا شباب، نهايه مقطعنا لا تنسوا تشاركوا بالجيف اواي، راح يكون على الباتل باس لخمس اشخاص، وحتى لو كان عندك الباتل باس شارك تاخذ قيمه الباتل باس، يعني 1000 في بوكس تمام. فبحط لكم بالوصف مقطع تحديات الاسبوع الاول، هو كان فيه الجيف اواي بنهايته، بتمشي المقطع للنهايه بتشوف شو شروط الجيف اواي وبتشارك فيها. فرابط مقطع الجيف اواي بيكون بالوصف. وبس شباب، اتمنى من كل واحد فيكم جديد في القناه مو مشترك فيها اشترك فيها وفعل زر الجرس، واهم شيء لا تنسى اللايك وكود الايتم شوب وايزد وايزد اي تي. وبس ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامه.